وبالتالي اليهود الآن والمفكرين عندهم مدركين إنه شو بيقولوا بالإنجليزي؟ game over ولا give up. ها اللي هو مدركين هيك هم. والذين لا يوقنون مش مصدقين. طب مدام انا مخليهم يصدقوا، قديش حاولتوا تحلوا القضيه؟ بقول لك حاولنا كثير. ليش مش قادرين يحلوها؟ ليش لا تزال القضيه كانها بنت اليوم؟ شو تفسيرها؟ ما هي انحلت كل القضايا في الارض، كل القضايا في الارض. وبعدين ليش كل العالم بالإشي اللي بيحدث هون الاعلام بصير ايش؟ العالم كله. الصيني بيعرف اليوم، الصيني ممكن يجهل كثير من قضايا العالم، بس هون بيعرف، والاوروبي بيعرف، والامريكي بيعرف، والروسي بيعرف، والافريقي بيجهل شو بيحصل في افريقيا وبيعرف شو بصير هون، لانها هذه ارض لها وظيفة. فبالتالي المسألة بتنتهي هون صح، فيش مجال تنتهي غلط، فيش مجال. حتى لما بتتأخر شو المقصود؟ تصعيد وعينا. لما بتتأخر مشان احنا كمان الشوائب تطلع. هالقد قديش شوائب طلعت من نفوسكم وعقولكم؟ قديش شوائب طلعت من نفوسكم وعقولكم؟ قديش افكار الان احنا نرفضها بقينا في يوم من الايام كانت ماخذه مساحه من عقولنا ونفوسنا؟ قديش جماعات كانت محتله قلوبنا والان طلعت؟ مين هون؟ يعني بنتراجع احنا؟ لا مش صحيح، لان القضيه قاعده الى درجه انه الشغل الطريقه المساله بطريقه اعجازيه مش قادرين يفهموها. حتى اليهود بفهموش على فكره. شو يعني بفهموش؟ كثير هم كانوا يقولوا، قالوا طيب انقتل في رواندا خلال كم اسبوع او اقل ما يقرب من 800 الف لمليون، انقتل هون 100 الف هون كذا، احنا بنقتل كنا ثلاثة اربعة، كن العالم صاروا يضبوا حالهم، كل ما يقتلوا يضبوا حالهم. بقول لك طب اشمعنى يعني؟ ها شوف انت، هاي السيسي قتل بيوم بالليل بساعة قد ما قتل اليهود في الانتفاضة كلها. وفي الانتفاضة كلها سنين انقتل ما قد قتل السيسي في لحظات، في لحظات. قديش قتل؟ وشوفوا لي قديش في الانتفاضة يعني الأولى، بلاش الثانية. ها اللي أخذت سنين، اللي أخذت سنين. فتخافوش، ان الله تكفل لي بالشام واهله، والاقصى بيمنع اي غلط وبسمحش، وهذه ارض مباركة مقدسة لها قانون. مش عم بفهموها، مش بفهموا قانونها.